بص، هي فكرة الكمال. أولا فكرة التطويب بدأ سيد المسيح في موعظة على الجبل، ايوه فجميل قوي إن داود هنا بيقول طوبى، يعني يا بخت، يا بخت اللي يمشي في سكة الكمال. وتلاقي الموضوع الكمال ده المسيح طلبه مننا، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. المتنيح سيدنا البابا شنودة كان لما يتكلم على الكمال يقسمه لكمال نسبي وكمال مطلق. الكمال المطلق طبعا ده ربنا الله وحده. وحده. الكمال النسبي ممكن هناخده على 3 محاور او 3 نقط، يا اما نسبه للانسان وقدرته، ونسبه لمعونه الله ونعمته ليك، ونسبه لاستجابتك انت مع معونه الله. فعشان كده كان سيدنا البابا بيسميه او يعني يقول من هنا كلمه كمال نسبي. فانت الوصيه قدامك زي ما هنتامل فيها بتتحط حاجه عاليه قوي، يعني زي في قرايه الكنيسه دايما قبل الانجيل بتقري ايه؟ السنكسار. ليه؟ بيجيب لك سير قديسين عظماء قوي عاشوا الوصيه. مش المقصود بنعقد بيها الناس، بس بنحطها قدام الناس انها ابليكابل، هي بتتعامل، في ناس عاشوا زيك عادي ينفع خالص تحصل. ينفع تحصل، فبنفضل عيننا عليها ونسعى ناحيتها. ده الكمال النسبي. الواحد يحققه يعني بانه يحط الوصيه قدام. يعني السؤال بتاع احقق الكمال النسبي ده ازاي، اعتقد الموضوع برضو محتاج يعني جهاد ومثابره وخطوات. محدش بيقول النهارده انا عايز ابقى او اعيش في الكمال واوصل له فبوصل له. ما هو ده الجزء الثاني بقى من اول ايه اللي احنا قريناه، اللي هو السالكين في شريعه الرب. انك انت عشان توصل دي لازم تسلك في شريعه الرب. بس الجميل هنا عشان تمشي زي ما حضرتك، ازاي اوصل لها او ازاي اسلك في الكلام ده، في 3 محاور برضه نحطهم في ذهننا. بتشتغل ازاي؟ انت بتشتغل في علاقه مع الله، وبتشتغل في علاقه مع نفسك، وبتشتغل في علاقه مع الاخرين. كل واحده من دول ربنا حاطط تارجت عالي قوي. في العلاقه مع الله تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل قدرتك ومن كل نفسك. في علاقتك مع الناس حط لك حاجه عاليه قوي، حب اعدائك بارك لعينيك. في علاقتك مع نفسك مع ذاتك حط حاجه عاليه قوي، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر